في أغنية لأب توفيق اسمها إيه؟ غلطة ندمان عليها وهقوم أضرب نفسي بالجزمة دلوقتي على الفلوس اللي دفعتها. عسل يا صباح السكر، يا صباح الفل، يا صباح الرضا. بص النهارده أنا كنت قايلة لكم من كام يوم، اللي متابعني انزل اكتب في الكومنتات يا باشا واحنا عارفين. كنت قايلة لكم إن أنا عايزة الترابيزة أحطها هنا في الحتة دي، كان في دماغي ترابيزة العلوي ده صغنطوطة أقعد أفطر عليها ومش عارفة إيه، بس هي وسعت، الموضوع وسع منهم أوي بصراحة. فجابوا لي الترابيزه، ايه هو دي معموله، اللي متابعيني كنا بنعملها، جات لي وهي خشب وبعدين جات لي هي، بس هي طويله وحجمها كبر، يعني مش دي خالص، يعني هي حلوه وكله كتر خيرهم، بس مش دي دماغي، مش ده اللي كان في دماغي. انا كان في دماغي ان هي تبقى مثلا الطول ده، الحجم ده تتحط هنا، حاجه صغنطوطه، بس هي كبرت قوي، فانا شكلي هغير المكان، يعني محطها هنا في الوش مش هتبقى مبسطان، فشكلي هحطها في الركن ده، احط عليها، احضر عليها الاكل، افطر عليها، تبقى ترابيزه في المطبخ، وهجرب احطها هنا، انا هعمل هنا وهعمل هنا، فانا هجرب الناحيتين، فانا مش صراحه مش عارفه لسه هحطها فين. وبعدين دي عايزه كرسي، يعني انا ده كرسي مثلا حجم الكرسي العادي، اه ده كرسي قديم وكله، بس ده الحجم الكرسي العادي، فجربت الكرسي ده لقيته صغنطوط قوي تحتها، وقلت لو انا حطيتها هنا هيبقى الكراسي دي، بس الكراسي دي مش مريحه، مش عارف، مش عارف. يعني احنا ايه هنعيش مع بعض. المهم يعني طبعا عشان نعمل الليله دي هي تلاكيك، يعني فقلنا ننضف اللي احنا فيه وهنرجع الركنه تاني مكانها، لان انتوا كلكم اجمعين الركنه كده وحش، وعلي مش طايقها ولا حد بيجي لي طايقها، فهنرجع الركنه مكانها ونظبط المكان. انا لسه صاحيين من النوم وسهرانين والعيال والحاجات دي، طبعا ده العادي بتاعنا، فايه هنظبط اللي احنا قلنا عليه. فدي شكلها احساسي هتبقى هنا، هتبقى في الحته دي، اه تاخد حيز كبير من المطبخ، بس ما انا ايه يعني مش عارف، انا كنت عايزاها اصغر، يعني كنت عايزاها مثلا كده العرض ده واقل كده شويه، ترابيزه صغنطوطه واوطى، بس هي ايه وسعت. يعني دي كلفتني 2200 جنيه عشان خشب غلا، والحاجه غلت، ودي معموله عموله، ده خشب وده خشب زان، الرجلين دي خشب زان، ودي معموله قشره، نوع قشره كويس تقيل، مش دي القشره اللي كان محمد عاوزها ومدهونه على لونها، انا دهناها على اللون بتاعها، عايزه اجيب لها ايا كانت تتحط هنا او تتحط هنا، في مشمع شفاف بيبقى عامل زي الازاز، لان الازاز عندنا هنا بيتكسر، فاجيب لها مشمع ازاز عشان اقعد احشي عليها، اقعد افطر عليها، اتغدى عليها، احط فيها الراديو، احط فيها حاجتي، اقعد اكتب عليها يومي، يعني ان شاء الله تبقى ايه خير. فالمهم عايزين بقى نظبط الركنه ونظبط الدنيا دي كلها ونفوق البيت ده شويه. يلا بينا، يلا بينا. بصوا مش كل الحاجات اللي الواحد يتخيلها في خياله يعرف ينفذها في الحقيقه. هي طبعا عايزه اقول لكم كمتانه وخشب حاجه زي الفل، يعني طبعا وعاملاها عموله وخشب بقى طبعا وحاجه حلوه، هي جامده جميله، بس انا خيالي مش هو ده نفس الخيال. يعني بصوا عايزه اقول لكم، شايفين اللي بينزل من السجاده كميه تراب قد ايه؟ كنت زمان اقعد اقول لكم بصوا احنا الاساس نظيف، بس مش مشكله لما نشيله وننضف. النهارده بقول لكم مفيش نظيف في الاساس، الاساس ذات نفسه مبهدل اهو. قعدت بقى قلت يعني عارفه انت انا اخدتها حجه، اللي هو ايه حلوانه بسلوانه واقوم الم، زي ما انا قلت لكم امبارح عملنا نص الشقه اللي هي الاوضه بالمطبخ، النهارده هنعمل النص التاني لحد ما ربنا يكرمنا ونروح نعمل الشقه اللي هناك كلها. وعملنا يوم الحمام، عملنا يوم اوضه النوم، عملنا دريسنج، وعملنا المطبخ. المطبخ ما عملناش تنظيف عميق، يعني انا خد بالكم لسه في مرحله عايزه انزله كله واظبطه ان شاء الله، دي مرحله تانية. فانا قلت النهارده كده ايه حلوانه في سلوانه، انضف بالمره المكان ونغير شويه حاجات في الاماكن وكده. يعني طبعا الكنبه دي انا زقيتها خالص، هي يا غاليه والله مالكي يا نصيب، يا غاليه تبعدي عني، والله يا غاليه مالكي نصيب تبعدي عني ابدا ولا استغنى عنك. عارفين الزوجه الاولانيه الف الف وارجع لها، ما الزوجه الاولانيه خدوا بالكم تحلى لو كانت قمر برضو. لما انا عايز اقتنع، عايز اقتنع برأيي، عايز الكنبه تحط مكانها؟ لا مش الكنبه، لا امال عايز ايه؟ الزوجه الاولانيه بيبقى لها بضعه وما اعرفش ايه، ده الكلام ده للرجاله اللي هم عايزين يبقى عندهم مثنى وثلاث ورباع. وانا يعني ماليش راجل شبههم؟ لا انت عندك المثنى والثلاث والرباع، هي واحده مفيش غير واحده، لا احنا واحده بس باكتش على بعض، كان زمان الوقت بقت نص، بقت نص يعني عشان خسرت اتخنق تاني الوقت اهو. يلا بينا على حلقه، قصدي جوزيني مثنى وثلاث ورباع عشان اعرف قيمتك،
ما حكم ما يعرفش قيمه الحاجه الا لما يجرب الحاجه الوحشه. ما يعرفش قيمه امك الا لما تجيب مرات ابوك. ربنا يصلح حالك. انا رايي ان انت تروح تسلم على امك. اموت يعني؟ لا دي حسين ده رايي. ما هو بقول لك الست عندها ايه؟ انت توهتيني انا. الناس جوزها يموت انما ما يتجوزش. لا يموت يتكل على الله، الله يرحمه وربنا يغفر له ويسامحه ونعيش على ذكراه، لكن يتجوز عليها لا، نفضل نشتم فيه وندي عليه وليه؟ طب ليه ما يتكل على الله في سلام؟ فتحب ايه من الاثنين؟ ست مو خليني زي على وضعي. انا بحب برضه بقليلي انا شو. نرجع الكنب بمكانه. قليلك انا برضه بقليلي قليلك ولعل وعسى ربنا يكون عاملني في الاخره حاجه كويسه في الاخره، نتمنى ذلك. وربنا بيقول لك انا عندي يعني عنده حسن ظن عبد اللي عندي بيه. عنده حسن ظن عبد بيه. بس ربنا برضه قال لنا اللي بيخش الجنه بيشوف حور العين، خد بالك انت مش هتشوفه يا ست. يا رب ليه؟ ما هو كده بقى، انا هفضل ادعي عليك من هنا لحد ما تخش الجنه يا ست. خلاص ايه مش عايز حاجه. نرجع الكنبه مكانها. نرجع الكنبه. والقديمه حلوه. القديمه جميله. ومفيش جديد؟ مفيش جديد. هنرد بقى. والله العظيم يا ولد انا كان نفسي احكي لكم عن الروتين وعن التنظيف وعن البيت، بس للاسف هو عم علي تدخل في ما لا يعني في ما لا يعني. اي والله فايس فسمع ما لا يرضيه. معلش يا وش كده يعني. احنا بقى اصل انا بمنتج لكم في العربيه وانا رايحه الفرح، بمنتج لكم الصوت في العربيه. بس بقى ايه، انا اتعودت ان انا منتج لوحدي من غير ما حد يقعد معايا يسمعني، بس عم علي لو سمعني ما يسكتش، لازم يطلع علينا كده. حط بصمه. ما علينا، هو توهنا من القصه. المهم ان نظفت الحته زي ما انتم شايفين بقى ولمعتها ورجعت بقى الكنب زي ما هو. عايز اقول لكم هو هيقوم من النوم، اول ما يقوم من النوم والله بجلابيه النوم اللي هو كان لابسها هيقف يحمد ربنا، نايس يدعي يصلي ركعتين شكر على اللي هو املى الكنب زي جنب بعض. ده منظر روحش. هو هنشوف بجد. انا مش عارفه هو بيتدخل ليه بقى. انا مش يا جماعه ساعه ما بلاقي الكنب محطوط بالطريقه دي انا ما بحب اخش الانتريه، شكله وحش قوي. بيحب هو الركنه تبقى لازقه على بعضها، لكن تفصليها زي ما كنا عاملينها الاول يقول ده ايه العبط اللي انتوا حاطينه ده، ايه العبط اللي انتوا عاملينه ده. فهو متعصب، هو ماله برده محدش عارف يعني، مش عارفه. المهم رجعت الكنبه كده زي ما هي وفرشت بقى كده ايه السجاده، وقلت بقى لمعت الدنيا وخليت الدنيا بتلمع بتشف وبترف وكده ايه. لقيت مين؟ عم علي صحى يعني ورانا في التسجيل وفي الحقيقه. صحى من النوم قال لي ايه ده، انت رجعت الكنبه زي ما هي؟ يا الحمد لله يا رب، كان هيصلي ركعتين شكر والله. فالحمد لله رجعت بقى الكنبه زي ما هي. وقلت بقى بالمره بعد ما غيرت الكنب جبت كده شويه منظفات عندك، والهلوبه دي على فكره بتدي ريحه حلوه وبتنظف، انا بحبها في التنظيف وكده. اي منظفات عندك؟ كلوريكس بقى، بديل، اي منظفات عندك انت اعمليها. انا حطيت كده شويه منظفات على بعضها على ميه سخنه بتغلي، اظن مش ايدي مش هتستحملها لان ايدي مش هتطولها يعني ان شاء الله. جبت غطا الحله اللي هو التنظيف التركي، مسمينها دي تنظيف تركي متعلمينها من الاتراك يعني. وغطا الحله والله العظيم دي اكتر حاجه بقتنع بيها وبتنظف وبتخلي الدنيا زي الفل. ودعكت بقى الكنب واحده واحده، ما سبتش حته الا لما دعكتها بميه سخنه بتغلي واي منظف عندك، ولو حطيتي شويه كلور زغنطتين كده بس عشان الدهاء يعني اللون ما يضيعش، وتنظفي حته حته بقى بذمه وضمير يعني، استخدمي عافيتك وصحتك فيها. اي حد متغاظ من يعني متغاظه من حد مثلا، حد حرق دمك مثلا، تخيلي واضغطي بقى. بصوا عملت الكنب كله داير ما يدور كده، لما بصوا نوضوا في الزيت طب والله كل ما بينشف بيلمع اكتر. عايزه اقول لكم الفوطه اللي احنا مستعملينها في الكنب معني تحس ان الكنب نظيف، شوف طالع لونها ايه، سودة فحم. والله فهنغير بقى الميه دي كلها وهنحط بقى. دايما الناس بعد ما بتعمل الصابون على الكنب بتسيبه وتقول لك كده خلاص، لا لازم تشطفيه بشويه ميه عشان ده منظفات على الكنب كده فما ينفعش. فبنظفه كده بشويه ميه سخنين وحط عليها شويه معطر، اي معطر عندك، معطر قماشات، معطر اي معطر عندك على الميه النظيفه، وتجيبي فوطه نظيفه يعني تشطفيها كده، بس تشطفي الكنبه وتخلي ريحتها حلوه. بصي كده ده على السريع يعني، ده مش هيبقى قوي، ده على السريع بس تمسحي كده مكان الصابون والمنظفات بتاعتك عشان ما يبقاش في على الكنبه لسه باقي منظفات وكده. تلمعيها كده وتدعكي الكنبه، كل ما الكنبه بتنشف كل ما بيضها بيبان ونظافتها بتبان، ففعلا لونه اتغير 180 درجه، ده حقيقي. فبعد ما خلصت الكنب كله كده داير ما يدور هسيبه ينشف ومفتحه الشبابيك وكده. خرجت بقى على الصاله،
كنت انا ايه ماسكه جزء 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 كده، لميت بقى كده التراب اللي نزل من السجاده واللي خرج من الانتريه والحاجات دي كلها، هلمه بقى كده، وكيس الحاجات واي ورق اي حاجه هلمها بجنب احطها في الكيسه كلها، ونوديها ونسيب الميه دي. الميه دي نظيفه فيها منظفات، الميه اللي في الجردل دي نظيفه فيها منظفات، دي اللي هنستغلها وهنستغلها وهنمسح بيها الارضيه بتاعه الصاله كلها. الصاله كلها عايزه تنظيفه حلوه شويه، عشان ايه؟ عشان هي كمان ما بتنضفش كتير كتير كتير، اللي هي التنظيفه العميقه يعني. فقلت النهارده استغلها وانضفها تنظيفه حلوه. ميه بقى اللي فيها المنظفات بتاعتك بقى على الارض بقى، وميه سخنه تخلي السيراميك بتاعك بيعمل ايه؟ شايفين بيزرق زرزق كده ويشف ويرد. شاطر يا عم علي، عم علي حافظ، شاطر يا عم علي، ربنا يبارك لك. ركز في الطريق بس يا عم علي، ركز في الطريق عشان احنا ما ايه يعني نوصل بسلام. ما انا اعمل ايه يا عم علي، عمال ما خلصت اللي ورايا وانت جيت متاخر اصلا، النهارده قعدت استناك على الغدا لما انت فات. المهم زي ما انتم شايفين كده بقى، كنست بقى، بصوا دعك 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 كده، المنظفات دي بتخلي البلاط كده يخليه زي الفل، بتنضفي كده ويبقى ريحته حلوه ونضيف كده ويلمع. الفرشه السلك بيخلي اي بين بلاط يلمع كده، واي ركان اي ركن عندك هنا اي ركن عندك هنا، ونودي على البلاعه بتاعه المطبخ سريع على السريع على السريع. وبعدين تقومي بقى بالميه بالمساحه لما كل اللي انت نزلتيه ده كله، وديه على المطبخ كده على السريع على السريع. واي برضو منظف عندك من اللي بيدي ريحه حلوه للمكان، لازم تعطري المكان كده يبقى ريحته حلوه كده، تبقى نظافه وريحه وجمال وحاجه حلوه. عايزه اقول لكم انا كنت لحد ما انا بشتغل يعني مزاجي مش حلو بسبب الترابيزه دي مضايقاني، ومش مش الشيء اللي انا عايزاها. علي قال لي انا كده كده هروح مكان هتروح، لها مكان تاني هتروحه، بس يعني مؤقتا عشان بس ايه. والله بامانه الترابيزه نجارتها 10 على 10. يا حقيقي نجارتها حلوه، عاملينها حلوه ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم. بس يعني شويه المقاسات يعني سرحت منها شويه، مش عاجبني المقاسات اللي انا اديتها لهم يعني. المهم بقى حطيت معطر وحطيت ميه سخنه ونشفتها كده بقى بالفوطه الحلوه بقى بالمساحه، ودي احلى تنظيفه. بصوا انا ما بقتنعش بتنظيفه غير بالتنظيفه دي، او اوطي انا بايدي وامسح، بس انا ما اقدرش اوطي بايدي وامسح، فهو ده دي التنظيفه اللي انا بحبها يعني. بنضف ايوه بالمساحه اللي هي فيها بخاخه، بنضف بالموب مش عارفه ايه، بس ده اللي هو ايه التنظيف العادي يعني، اللي هو ايه كل يوم يعني. لكن ما تحبي تنضفي وتشيلي وتعملي، ده التنظيف اللي انا احبه. تنشفي بقى في الاخر كده بالمعتر وتخلي الدنيا زي الفل عندك، وبعدين نجيب السجاد ونفرشه، عشان الصاله عندي كبيره وانا ما عنديش سجاد مقاس كبير، فبحط السجادتين التوأم دول جنب بعض كده، تحسهم سجاده واحده يعني. اللي داخل عندي ما بيعرفش ان هم سجادتين، بيبقوا لازقين في بعض كده، فبتحسهم سجاده واحده، ما بتبانش قوي ان هم سجادتين. بصوا بقى ده اللي انا كنت عايزاه، وبصوا ما عجبنيش مليون في الميه. قولوا لي رايكم ايه، ضروري ضروري ضروري. بصوا ايه المنظر ده، قليل المعنى. انت البعيده ما عادش حاجه عجبك ولا ايه؟ لا ما انا هقول لكم، انا لما حطيت الترابيزه مكانها لا ليها معنى ولا شكل ولا عجباني، ما حبتهاش خالص، فقلت هرجع الكولدير ده مكانه المبرد. ايه اتغديتي؟ اتغديت ايه؟ انا هرجع. يا لهوي على القرف، ركز في الطريق يا عم علي، وسيبني في اللي انا فيه، عشان انا وانا وفنزاتي قاعدين دلوقتي محتارين وقاعدين شايلين هم الترابيزه دي نحطها فين، فسيبني في حالي بقى. شيلنا بقى كده، بص ورجعت المبرد مكانه، وقلت اما لمع كده وتحت المبرد واكنسه واظبطه واخلي الدنيا حواليه تحته زي الفل، تلكيكه بقى وانضف. انا ما اعرفش احط حاجه من غير ما تنضفي تحتها وتكنسي وتمسحي كده وتلمعي وتخلي الحته زي الفل، عشان تحط الحاجه على نظافه حتى لو بتجربيها. لمعت الكرسي كده على السريع وحطيت الترابيزه. بصوا هو حل يعني ارضاني شويه، هو الحل ارضاني شويه. وال في اغنيه لإيهاب توفيق اسمها ايه؟ غلطه ندمان عليها وهقوم اضرب نفسي بالجزمه دلوقتي على الفلوس اللي دفعتها. مش عارف، هي الترابيزه حلوه واولاد امل عاملينها جامده بصراحه، بس انا كبيره، انا اللي اعطيتهم المقاسات كبيره، غلطه مني. هعمل ايه في نفسي؟ يلا هتروح لمكان تاني ان شاء الله. لحد ما اللي جاي بقى كده حببني فيها بقى، حسيت ان هي لا حلو. طبعا انا كنت جايبه عشان اشغل الراديو الصبح كده واظبط الترابيزه دي، كنت حابه ان انا اشتري لها ديكور وكده، بس انا ايه لقيت الحاجات دي عندي، فقلت لو انا حبيتها بشتري لها ديكور يعني.
بس انا شايفه ان هي كده حلوه. ما اعرفش ليه حبيتها لما حطيتها هنا. اول العظيم حسيتها رقيقه وحسيتها مكانها كويس وحسيتها حلوه وفكرتي اتغيرت عنها 180 درجه. حسيت المكان حلو جدا وما ضايقتليش المكان وعملت لي الجو اللي انا بحبه. انا بحب اقعد قاعده كده انتخ فيها بقى وشويه تمر شويه قهوه عربي او من الصبح افطر اقعد كده استجم فيها. فحسها حلوه. بصوا هي ركن لوحده كده بجنب فعجبتني. خلاص انا غيرت رايي يا جماعه، انا غيرت رايي وطلعت حلوه ومكانها كده حلو جدا جدا جدا. بقعد بقى كده اقوم الصبح اكتب بقى كده يومي، اكتب الحاجات اللي انا بحب اكتبها، الحاجات اللي ناقصه انا عايزه اجيبها، الحاجات اللي انا عايزه احققها، الحاجات اللي انا عايزه انفذها كده. يعني اعمل لي بقى الحاجه اللي انا هفطر بيها. بس انا النهارده عملت قهوه عربي بقى، قلت قهوه عربي بقى بصوا يعني المزاج كله، وحب التمر عشان كمان عم علي لما بيجي يحب يعمل قهوه عربي انا يشرب. انا عملت الترمس كله وعملت كوبايتين ليا، خدوا بالكم يعني مش اما واحده تخلص املي الثانيه، لا عملت الكوبايتين ليا والله. انا بعدين بعد ما عملت الكوبايتين اكتشفت ان انا قاعده لوحدي، طب ايه الفكره؟ فقلت لا العيال بقى ايه يشربوا معايا، محدش هيرضى يشرب يعني. اللي ماسك لي الكاميرا امير نانو عم علي، ساعات اي حد فيهم معدي اقول ايه يشرب له شويه. اكلت بقى التمرايه، ده التمر ده عايزه اقول لكم التمر ده اسمه عجوه، عجوه المدينه، ده الاصلي مش اللي هو في ناس تسمي العجوه كده، لا هي ده العجوه المدينه فعلا. ده مذكور في حديث نشوى لا قدر الله حسد سحر اي حاجه هو يعني بيفك الكلام ده. ايوه فانا قعدت بقى كده وحبيت المنظر. بصوا حطيت الفراشه دي كانت في الكوفي كورنر بعيده كده ما كانتش باينه، حطيتها هنا. فقولوا لي رايكم ايه بامانه، يعني قولوا لي يا نشوى لا حلوه لا وحشه، قولوا لي رايكم ايه بصراحه. فانا نادين عماله ترن عليا يا ماما يلا يا ماما يلا اتاخرنا يا ماما. وقلت بقى اخش اعمل الغدا على السريع، قلت بقى النهارده نعمل غدا سريع عشان اليوم طر مني وعملت حبه الحاجات دي. فقلت اعمل وانا بعمل الغدا قلت اعمل قهوه تاني. والله طول ما انا بشرب طول ما انا بعمل غدا بشرب قهوه والله. قعدت اشرب بقى القهوه وانا بعمل غدا. انا طلعت بصوا 8 كيلو لحمه مفرومه على بصلايه على شويه مكرونه، كان ما عنديش مكرونه لبن اللي هي المكرونه البن الطويله، فعملت مكرونه صغيره سلقتها وحطيت معلقه سمنه على حبه زيت كده. وقلت اعمل الصوص بتاع البشاميل، يعني اكله سريعه بشاميل كده، حتى مش هعمل جنبها بانيه. الفراخ قلت لا انا هشويها على الجريل كده عشان ما تبقاش بانيه بقى ومش عارفه ايه وكده. حطيت حبه دقيق على بتقولي لنا شويه دقيق ما تيجي تعمل بشاميل. انا بصوا يا جماعه احنا كده ايه اللي هو بالبركه، احنا ملناش مقادير يعني فاهمين، هو كده بالعين وبالنظره بقى خلاص الواحد خلاص اخد يعني. قلبت كده اللبن والميه بتاعه المكرونه حطيتها على اللبن، زودت بيه كمان الصوص البشاميل، وعملت كده التسبيكه بتاعه التعصيجه بتاعه اللحمه المفرومه، حطيت عليها معلقه صلصه وهحط عليهم البهارات. انا حطيت ان ما حطيتش بهارات، هجيب بقى شويه ملح هنا على البشاميل وشويه ملح على اللحمه وشويه فلفل اسود وشويه بابريكا هناك على اللحمه عشان عاملاها بالطماطم. انا بحب التعصيجه بتاعه اللحمه بتاعه البشاميل احط فيها معلقتين صلصه عشان تبقى حمراء، في ناس مش بتحبها كده يعني الطريقه الاساسيه مش بيحطوا فيها صلصه، بس انا بحبها لونها احمر. وبحب على فكره اقلب اللحمه بالمكرونه، كنت زمان اعملها كده بس دلوقتي عشان اللحمه بقت قليله فبنحب نحطها في النص عشان تبقى باينه يعني. وبحب ابشر على البشاميل بصوا حاجه بسيطه قوي 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 من جوزة الطيب، يعني حاجه بسيطه جدا مش تذكر يعني. وخلاص المكرونه استوت ونزلت الميه بتاعتها وقلبتها تقلبتين كده على البشاميل. وهجيب البشاميل نص البشاميل انزله على المكرونه، يعني انا حطيت نص البشاميل على المكرونه. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا، الصينيه البايركس بتاعت نادين اللي كل ما تشوفها تقول لي يا ماما دي صينيتي، دي الصينيه دي بتاعت نادين، هي جابتها لي مره من زمان وانا ايه يعني مبلطجه عليها كده. بصوا احب الصوص بتاع اللحمه يكون احمر كده يعني انا بحبها. وبحب المكرونه البشاميل سايحه، انا ما بحبهاش خرط يعني، لما اكون عند حد واكلها خرط كده مش عارفه ليه بحسها دسمه اكتر مش عارفه احبها سايحه يعني، احب اكلها سخنه. المهم ونزلت بباقي المكرونه اللي اساسا عليها بشاميل، ونزلت بباقي البشاميل خالص ويا دوب في ثواني كده دخلها الفرن. والميزه في الموضوع ان الترابيزه بالكراسي بعيد عن الادراج وعن الفرن، يعني انا فتحت الدرج عادي مش مضايقني، فتحت الفرن عادي مش مضايقني، فدي كويس جدا يعني الموضوع. زي ما انا قلت لكم بقى انا عندي فراخ متبلاها وكنت حاطاها في الفريزر بملح فلفل ببهارات متبلاها بس ما حطيتش عليها اي حاجه غير تتبيله. طلعتها بقى كده حطيت معلقه سمنه وحطيت عليها شويه زيت، لما السمنه والزيت كده يسيح هننزل بالفراخ اللي احنا متبلينها. هي نفس تقطيعه البانيه اللي انت بتقطعيها
يعني نفس السدور بتلاقي البنيه بس دي تخينه شويه. معلش يا جماعه يوم ولادين بيستعجلونا للفرح. معلش والله اتاخرنا. حطيت كده الفراخ يمين وشمال وشمال ويمين على الجريلا كده بحبه زيت صغنطتين وحبه سمنه، احسن اخف من ان انا اعملها بانيه وبقسماط وبيض ودقيق وهيصه ومهرجان، وكانت عجباهم لان احنا من زمان ما عملناهاش فكانت عجباهم، يعني تغيير يعني عن البانيه فالتغيير حلو. بصوا الشقه كلها بعد ما خلصت طبعا كنت مشغله القران ما شاء الله سوره البقره، وبعدين بصوا بقى الهدوء والركنه بتنضف، ركنه نضفت جدا يعني الطريقه دي نضفتها بس هي لسه مبلوله فهتبان لكم بكره الصبح بقى. والحته كده هاديه ورقيقه وجميله، والكنبه رجعت مكانها تاني ما استغنيناش عنها، ورجعت الكوردين مكانه زي ما هو، والترابيزه اخده ركن مش مضيقه المطبخ، فانا كده خلاص اعجبت بيها، خلاص انا كده مش متضايقه يعني. ممكن اعمل لها فكرت وانا قاعده اعمل لها ليد كده حواليها من تحت برده، عندي ليد فوق يعني مش عارفه، انا هستنى رايكم انتوا تقولوا لي، انا بقتنع بكلامكم، ولو حاجه ببقى حلوه لما بلاقيكم مش حابينها خلاص ما بحبهاش معاكم، لما بتحبوا حاجه بحبها معاكم برده، وكل واحد مننا كده لما يكون لابس حاجه ويلاقي راي الناس فيها بيقتنع خلاص، يلاقي الناس بقى تقول لك لا مش حلو فخلاص رأيه بيتغير. بس بصوا الشقه هدت كده وحلوت ونضفت كده، وقران فيها والهدوء والبخور والشموع بقى والجو الحلو ده، طبق الفاكهه كده يعني. بصوا تعالوا بقى نشوف الغدا ونشوف انا هلبس ونروح فين. قولوا لي بقى ايه رايكم، قولوا لي ايه بقى ايه رايكم في ايه، فيك انت شيك والله متمرد. والله ما حصل. والله انت شيك الشياكه دي. تستنى. ابو العريس يا ولاد، العريس ذات نفسه. العريس نفسه ماشي. العريس ذات نفسه. لا لا بلاش العريس ذات نفسه. لا والله ده انت ماشي. لا لا حلو. طب تعالى كده قولوا لنا، هتصورني عشان احس ان المرايه مش جايباني. قولوا لي ايه رايكم بامانه، هو طويل بس مش مشكله يعني، قولوا ايه رايكم حلو. 100 والله جميل قوي. ماشي يلا بينا. يلا تعالي. ده دي انا مش عارفه دي بقيت الفستان.